وقبل بس ما استقبل ضيوفنا عايز اقول لحضراتكم ان شاء الله من خلال البيت الكبير عاملين لحضراتكم مفاجاه مهمه جدا جدا جدا. ايه المفاجاه؟ مش هقول لحضراتكم عليها دلوقتي، هقولها ان شاء الله على بدايه الاسبوع القادم، وهي خاصه بكاس العالم للانديه. خاصه بكاس العالم للانديه، وهي حاجه خاصه بكاس العالم للانديه وخاصه بالجمهور. كاس العالم للانديه والجمهور هو لغز هحكي لكم عنه، بس ان شاء الله الاسبوع اللي جاي تابعوا اكتر البيت الكبير خلال الفتره اللي جايه، لان عندي مفاجآت هامه جدا وخاصه جدا للبيت الكبير ولجمهور النادي الاهلي، وخاصه بكاس العالم للانديه.